فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. باب مانع زكاة الإبل. أخبرنا عمرو بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزينات مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعطي فيها حقها تطأه بأخففها، وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعطي حقها فيها حقها تطأ بأظلفها وتنطح بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمل على رقبتي له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبتي لها يعار فأقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت قد بلغت. قال ويكون كنز أحدهم يوم القيامة الشجاع أقرع يفر منه صاحبه ويطلب أنا كنزك فلا زال يلقم أصبعه. أعوذ بالله. يعني هذه كما قلنا وشرحنا قبل ذلك بأنها تأتي أوفر ما تكون، وهذا الجزاء من جنس العمل. لما لم يعطي حقها كانت عذابا عليه يوم القيامة. ردناك آسيا وإياك بقى تتغيب مرة ثانية. لما كتمها أيتها النبيلة أم صالح رضي الله عنك، لما كتمها ولم يعطي حقها كان العقاب عليه بها. أمين رضي الله عنك أحمد. أيها النبيل، أنت نبيل جدا أحمد كمان، حفظك ربي. ماشي تفضل يوسف، أنا هستأذن أنا كمان بعدك. فتأتي على ما هي عليه، صاحب الإبل تأتي الإبل، صاحب الغنم تأتي الغنم، صاحب البقر تأتي البقر، وتنطح بالقرون وتطأ بالأظلاف عقابا له، ثم يرى سبيله إلى جنة من النار. وقلنا بأن هذا لابد أن يفهم أنه رد على من قال بكفر تارك الصلاة. وهنا شوف مثلها البقر والبعير والشاة، وأيضا النقود تأتي تصفح يعني يعذب بها في جبينه وجبهته، وأيضا يأتي على شكل شجاع أقرع ثعبان عظيم. اللهم احفظنا يا رب. باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل إبل سائمة من كل 40 ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا له أجرها ومن منعها فإنا أخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني في كل سائمة 40 هو شتاء شديد ابنة لبون لا تفرق إبل من عن حسابها، من أعطاها متجرا له أجرها ومن منعها فإن أخذوها شطر مالي. فهذه فيها دلالة بالتهديد على أن من منعها تأخذ منه ويأخذ نصف ماله، إما ماله كلية وإما مال الزكاة، إما ماله كلية وإما مال الزكاة. والراجح في ذلك الظاهر على ماله كلية، لكن الحق أنه يعني اللهم اغفر لنا استغفر الله وتوب إليه، إما ماله كلية وإما شطر مال الإبل، والأرفق شطر مال الإبل. وأيضا لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المفترق من أجل الصدقة، كما قلت يكون يملك 20 وآخر يملك 20، لو اجتمع بقي عليه صار عليهم شات، ولو تفرق يبقى ما في شات على أحدهما، فذلك يفرقون من ما يأتي المصدق حتى لا يعطوا الصدق، أو بالتفرق كل واحد له 120 لو كان 240 ما يكونش عليهم نفس الصدقة التي إذا يعني التي عليهم إذا افترقوا. الفوائد المستنبطة: الزكاة وقف توقيفية، الزكاة توقيفية،
وفيها أيضا تمثيل المحسوس لمحسوس، الدراهم الدنيئة تكون شجاعا أقرع وهو صحيح، وأيضا الإبل تكون عقابا، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الآن أنا انتهيت وأنت ترين الوقت يعني، فسامحوني إن شاء الله العصر نلتقي بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.